تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في هذه الفترة الإخبارية الجديدة والتي نخصصها لمناقشة القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عاد اليوم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد هذه القمة التي أكدت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم التأكيد على نجاح هذه القمة الثلاثية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة. خلال قمة آلية التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية أثينا، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص. نحن معكم في هذه الفترة المفتوحة نناقش أهمية هذه القمة الثلاثية، أهم الموضوعات التي ناقشتها، آفاق المستقبل للدول الثلاث وللمنطقة في إطار هذا التعاون الوثيق بين الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص. معنا ومعكم للمناقشة في هذه الفترة المفتوحة معالي الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي. مرحب بك يا أستاذ خالد. أهلا بك يا فندم، شرفتنا، واسمح لنا أن نشوف تقريرا مبدئيا حول الموضوع ثم نبدأ النقاش، ونشوف مع حضراتكم هذا التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة. ولدى وصول سيادته للعاصمة أثينا، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة اليونانيين وأعضاء السفارة المصرية في أثينا. هذا وقد استهل السيد الرئيس القمة بجلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين وسبل دفعها لآفاق أوسع لما للعلاقات المصرية اليونانية من تاريخ طويل وممتد عبر السنين، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الشعبين. عقبتها جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية القبرصية وسبل دفعها في كافة المجالات خاصة التعاون الإقليمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمان السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. أعقب ذلك بداية أعمال القمة المصرية اليونانية القبرصية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة. وكذا مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث.
وفي نهاية القمة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثينا عائداً إلى أرض الوطن. مرحبا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا هذا التقرير حول القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدت اليوم في أثينا، وشرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاد بسلامة الله إلى أرض الوطن. ومعنا ومعكم للرأي والتحليل في هذا الموضوع الأستاذ خالد كيلاني الكاتب الصحفي، ورحب بسيادتك مجددا. أهلا بك. وكما تعلم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم طور التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص بشكل كبير، كيف رأيت أهمية هذا التطوير في العلاقات بين الدول الثلاث؟ في الحقيقة أصبح أهم محور إقليمي في المنطقة كلها. يعني بدأ في أغسطس 2014 عقب تولي الرئيس السيسي بشهور قليلة يعني الحكم في يونيو 2014، وكان في الحقيقة أهم محور لأنه يتعلق بأمن مصر وأمن البحر المتوسط وأمن الإقليم كله، باعتبار أن مثلث قبرص مصر اليونان هو تقريبا المثلث الحاكم في شرق المتوسط، سواء بالنسبة للثروات البحرية أو بالنسبة للأمن الإقليمي أو بالنسبة لمكافحة الإرهاب، لأنه هذا المثلث محاط بكثير من المخاطر. يعني في 2014 لما تم تدشين هذا التحالف الاستراتيجي كان في أزمة كبيرة في سوريا نتيجة للربيع العربي، كانت ما زالت أثار الربيع العربي تعصف بسوريا، وأيضا من الجانب الآخر في ليبيا، وكان أيضا مصر حتى لم تستقر بعد، يعني كان فات يدوب قرابة العام على ثورة 30 يونيو، وأيضا في المحيط الأبعد شوية كان في اليمن ما زالت طبعا حتى لم تستقر، فلسطين أيضا فيها مشاكل. فهو يعني مثلث بالغ الحساسية في منطقة بالغة الحساسية، كان انعكاساتها على العالم بأكمله وأوروبا تحديدا. بالضبط كده. لكن استطاع الحقيقة هذا المثلث بحكمة القيادات الثلاثة سواء في مصر أو في قبرص أو في اليونان، طبعا الدورة الأولى كانت في القاهرة يعني تم تدشينه في القاهرة، إنها تتخطى كثير من المصاعب، وبدأت التحالف بعلاقات اقتصادية سياسية الأول ثم تطورت إلى علاقات اقتصادية وأمنية. يعني كان الهدف الأساسي من المحور هو الضمان، يعني الـ وحدة الرؤى السياسية وضمان الأمن الإقليمي، لكن تطور بعد كده إلى تعاون اقتصادي واسع. يعني تعرف حضرتك أنه اليونان وقبرص إحنا الآن مثلا بنستورد الغاز من قبرص في خط أنابيب من حقل أفروديت إلى مصر، بيدخل إلى محطتي إتكو ودمياط للتسييل، ثم يعود في أنابيب غاز إلى اليونان، ثم يتم توزيعه عن طريق اليونان إلى بقية دول أوروبا. أيضا في مشروع لتصدير الكهرباء إلى قبرص واليونان، وربما إنارة قبرص بالكامل وجزء كبير من اليونان بالكهرباء المصرية، تمهيدا أيضا للربط بالشبكة الأوروبية وتصدير الكهرباء. أنت عارف مصر عندنا فائض كبير من الكهرباء إلى أوروبا. لكن الأهم في هذا الموضوع كان هو موضوع الأمن. يعني اليونان دولة صغيرة وتلاقي دائما تهديدات من الجارة الأكبر تركيا، وأيضا قبرص لديها مشكلة عويصة منذ أكثر من نصف قرن لم تحل حتى الآن، وتم تقسيم قبرص إلى قبرص الشمالية جزء صغير في الشمال تحت يعني سيطرة تركيا، ثم قبرص اليونانية أو قبرص العادية يعني اللي هي عضو في الاتحاد الأوروبي. طبعا الدولتين قبرص واليونان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وده بيخلي لمصر أيضا ثقل في الاتحاد الأوروبي لأنها بتساند دولتين
مش عايزين نقول بتحمي، لكن هي في الحقيقة بتحمي دولتين من دول الاتحاد الأوروبي من تغول القوة التركية أو الغشم التركي على الدولتين الصغيرتين دول. نعم، كان في علاقات تاريخية بين مصر واليونان وقبرص، لكن الوضع الآن يبدو أنه فاق هذه العلاقات التاريخية في الجودة. هل تتفق وفي عمق العلاقات هل تتفق مع هذا الزعم أم كيف تتفق؟ ده حقيقي طبعا، أتفق مع حضرتك تماما يعني. يعني هو كانت علاقات مصر واليونان أصلا علاقات تاريخية تمتد لمئات السنين. أيوة. يعني مش عايز أقول كمان ألاف السنين من أيام حضارة الإغريق، ولكن إحنا يمكن مصر واليونان أقرب دولتين لبعض في البحر المتوسط. كان هناك جالية يونانية كبيرة جدا في مصر، في مصر بيشتغل في كل المجالات، في كل المجالات يعني. حتى في يعني كنت زمان مثلا كل محلات البقالة يونانيين يعني. وفي مدن بالكامل كانت كل المجالات فيها، زي اسكندرية مثلا كل المجالات فيها يونانيين. حتى في الاستثمار الزراعي كانوا موجودين كمان في كل أنواع الاستثمار وكل أنواع الانتاجات والصناعات يعني. وأيضا في الجانب الآخر، في منتصف القرن العشرين كان هناك عدد كبير من المصريين بيشتغلوا في اليونان في البحر، في البحرية يعني. أي. في السفن وقباطنة وربابنا في السفن، لكن العلاقات الحقيقة يعني اختبرت في أكثر من يعني في أكثر من شدة أو في أكثر من محنة. أبرزها طبعا على الإطلاق كانت محنة أنا آسف فضل سحب الأجانب بعد تأميم قناة السويس سنة 56، لما الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرار تأميم قناة السويس 26 يوليو 56، تم انسحاب جميع المرشدين السياحيين اللي هم كانوا فرنسويين وإنجليز على جنسيات أخرى من القناة. المرشدين الوحيدين الذين استمروا في القناة وبدأوا بتدريب زملائهم المصريين هم كانوا اليونانيين. وده كان جزء منه كان باتفاق مع الجالية اليونانية في مصر، وجزء آخر بدون اتفاق هم اختاروا البقاء في مصر، رغم ان رؤسائهم الفرنسيين اللي كانوا بيديروا القناة قالوا لهم ننسحب، قالوا لهم لا احنا قاعدين هنستمر. طب مش هتاخدوا مرتبات؟ قالوا لهم مش مشكلة هنقعد مش هناخد مرتبات. ده كان اول اختبار حقيقي في السنوات او العصر الحديث لمتانة العلاقات المصرية اليونانية. ايضا منذ استقلال قبرص في 74، وهي كانت ليها علاقات وثيقه بمصر جدا، واحنا نذكر طبعا ان الاسقف مكاريوس كانت تجمعه علاقات وثيقه سواء بالرئيس جمال عبد الناصر او بالرئيس السادات من بعده. ربما يمكن في السنوات الاخيره يعني في من بدايه الالفيه الجديده يعني ضعفت العلاقات شويه، لانه مصر كان لها اهتمامات اخرى في هذه الفتره، او بدات تنكمش على نفسها الى حد ما يعني وتحد من علاقاتها الخارجية. لكن الحقيقة بعد ما أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة أعاد الزخم مرة أخرى للعلاقات ما بين مصر وكل من قبرص واليونان. نعم، إيه اللي خلى في توافق سياسي في هذه الفترة بين الدول الثلاث، وأهم ملامح هذا التوافق السياسي؟ يعني أنا أعتقد أن الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والعالمية متقاربة. يعني حتى مثلا تاريخيا اليونان من أكثر الدول المؤيدة للحق العربي والحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وأيضا قبرص رغم أنها دولة صغيرة يعني، لكن اليونان يعني تعتبر سفير العرب في الاتحاد الأوروبي وسفير مصر على التحديد، وكانت دائما يعني مناصرة للحق الفلسطيني والحقوق العربية. وحتى بعد 67 كانت من أهم الدول التي ساندت مصر في المحافل الدولية دبلوماسيا وسياسيا، وأيضا قبرص. طوال الوقت كان في تشابه في نمط الحياة، يعني أنت عارف حضرتك الدول المتوسطية كلها بتبقى قريبة من بعض يعني، بس أقرب دولتين لبعض في البحر الأبيض المتوسط هم مصر واليونان في والقبرص وقبرص إلى حد ما يعني. في فترة من الفترات ربما يعني حاولت المخابرات أجهزة أو دول معادية إنها تتمدد في قبرص واليونان، ولكن الأجهزة المصرية واجهت هذا الأمر، وتم يعني إحاطة الجانب اليوناني بالأمر ده، وتم تماما تقليص نشاط تحديدا الموساد يعني في كل من قبرص وأتنا، لأنهم كانوا منتشرين جدا على اعتبار إنه مصر لها وجود كبير بشري
في البلدين دول يعني. في جاليات مصريه و في نيقوسيا واتينا يعني. نعم. من ضمن الموضوعات اللي تم مناقشتها النهارده القضيه الفلسطينيه، ما الذي يمكن ان تفعله الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص في دعم القضيه الفلسطينيه؟ يعني مصر طبعا طول عمرها يعني هي حامله على اعتقها القضيه الفلسطينيه، يعني مش ليس جديدا عليها، لكن بالنسبه لليونان وقبرص برضو نلاحظ ان هما دولتين اعضاء في الاتحاد الاوروبي، ويعني ولهم صوت ولهم راي في اجتماعات الاتحاد الاوروبي سواء في المجلس التنفيذي او في البرلمان الاوروبي. واليونان دوله يعني سياستها معتدله وتحترم من بقيه الدول الاوروبيه ورايها يقدر في الاتحاد الاوروبي، واعتقد انه هذا مفيد للقضيه الفلسطينيه. نعم. لكن يعني مش عايز اقول انه القضيه الفلسطينيه للاسف الشديد الان خرجت من اطار يعني الدبلوماسيه واصبحت يعني شبه مجمده الى حين يعني. ده كان كنتيجه طبيعيه للاوضاع اللي حصلت في البلاد العربيه في السنوات الاخيره. بالظبط بالظبط، ونتيجه طبعا الانقسام اساسي. الانقسام. الانقسام هو شيء اساسي يعني. نعم. طب اسمح لنا نشرك طرفا ثانيا في الحوار، معنا عبر الهاتف معالي السفير الدكتور صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق، برحب بك معالي السفير. اهلا بحضرتكم الساده المشاهدين وضيفك الكريم. تسلم. دكتور صلاح، كيف ترى اهميه هذه القمم الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص؟ أعتقد دي القمة التاسعة في عدد قليل من السنوات، كيف رأيت أهمية هذا التعاون ما بين الدول الثلاث؟ أعتقد يعني سياسة القمم المصغرة بنلاحظها في أنه اتجاه مصري بيحدث على المستوى العربي والمستوى الأوروبي، ونأمل أن يصل أيضا على المستوى الأفريقي باعتبار انها اليه من الاليات التي يمكن ان يحدث من خلالها تعاون وشراكه استراتيجيه في جميع المجالات. ونضرب مثال بذلك على القمم العراقيه الاردنيه المصريه، وايضا القمم اليونانيه القبرصيه المصريه، والتي يمكن ان تكون هناك قمم اخرى مستقبليه في هذا الاطار على المستوى الافريقي. فيما يتعلق بالقمة القبرصية اليونانية المصرية، أعتقد أن هناك مجالات كثيرة مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية البحرية اللي في البحر الأبيض المتوسط، سواء بالنسبة لمصر وقبرص واليونان. وواضح أن هناك تحرك تركي قد أثار قضايا عديدة ربما لا تتفق أو في الواقع لا تتفق مع الحقوق التي يقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. ومن هنا ربما كان ذلك أحد القضايا التي يتم تناولها بين الدول الثلاث على مستوى القمة، خاصة وأن هناك مشروعات كبرى مرتبطة بالغاز والبترول بتدور في إطارها مثل هذه القمم كأحد القضايا التي تطرح فيها. لا شك أيضا أن هناك قضايا أخرى تتعلق بالتعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بالنواحي الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإصدار بالبشر، وخاصة أيضا اللاجئين والنازحين، باعتبار أن مشكلة اللاجئين أو الهجرة غير المشروعة أحد القضايا الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب مصر ومن جانب الدول الأوروبية بصفة خاصة. نعم. طب أيضا هناك قضايا زي القضية الفلسطينية. أيوه. هناك أيضا قضية سد النهضة التي تثار أيضا. وأثرها السيد الرئيس في هذا اللقاء بصفة خاصة، وربطوا في هذا الصدد بالبيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن مؤخرا. وأنا أود أن أؤكد أن دائما ما يشير السيد الرئيس إلى البيان الرئاسي نظرا لأهميته، لأنه أولا صدر بالإجماع من مجلس الأمن، وأيضا هو يعد وثيقة رسمية يمكن الرجوع إليه عند المقتضى، وثالثا أنه له سمة إلزامية باعتبار أنه صدر في إطار المواد من 34 إلى 38. نعم. في الميثاق الفصل السادس من الميثاق، ويؤكد على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة
من حيث أنه يؤكد على مصالحهم المشتركة، وبالتالي ينفي أي تصرفات أحادية أو محاولة لفرض الأمر الواقع. البيان في حد ذاته يمثل رؤية المجتمع الدولي، نعم، حتى نتجنب ما يهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين. ومن هذا المنطلق كان اجتماع مجلس الأمن واستجابة لطلب مصر والسودان في بحث الأمر من هذا المنطلق والصدور هذا القرار. يعني دور قبرص واليونان في عرض مثل هذه الأمور هو أنها جزء من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي له موقف إيجابي وبناء. لا شك أن موقف قبرص واليونان في هذا الصدد، نعم، يدعم الموقف الأوروبي ويعززه، وبالتالي يكون له تأثيرات على مواقف تجمعات أو دول أخرى. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، معالي السفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المساهمة، وأعود إلى ضيفي الكريم معالي الأستاذ خالد الكيلاني. أستاذ خالد، كما تبعت الذي تفضلت به والذي تفضل به السفير الدكتور صلاح حليمة، هناك موضوعات سياسية وموضوعات اقتصادية. الأهمية الأولى للدول الثلاث تعتقد كانت في الموضوعات السياسية والاقتصادية، ولا المسألة ما تتقاسش كده؟ لا، يعني هي ما تتقاسش كده، بس هو طبعا الموضوعات السياسية والأمنية هي الأهم دائما في العلاقات بين الدولين. أولا بس عايز أقول حاجة، فضل. إنه عشان الناس في مصر ممكن تفهم، لأنه أنا قريت النهاردة تعبير غريب جدا يعني أو سمعته في أحد أحد المداخلات أو أحد ضيوف إحدى القنوات العربية، إنه بيقول لك أصل العلاقات بين الدول الثلاث ما فيهاش مصلحة. ما فيش علاقات ما بين الدول ما فيهاش مصلحة، يعني صحيح، ما تبقاش علاقات يعني، صحيح. ده العلاقات ممكن تبقى بين الأشخاص مثلا، لكن العلاقات بين الدول ما فيهاش عواطف ولا فيها يعني ما فيهاش غير المصلحة. لكن الفرق بين المصلحة المشروعة والمصلحة الغير مشروعة، يعني العلاقة مثلا ما بين إيران مثلا ومش عارف إيه تبقى وبين طالبان، دي مصلحة غير مشروعة لأنها تهدف إلى يعني تدمير الدول وإرهابها. لكن العلاقات ما بين مصر وقبرص واليونان تهدف إلى مصالح مشروعة، حماية حقوقها المشروعة. ويمكن إحنا شفنا ده تطبيق عملي لي على الارض، انه ترسيم الحدود البحريه وحقوقنا في بين مصر وكل من قبرص واليونان، يعني حاله دون حرب حقيقيه كان يمكن ان تنشف في البحر المتوسط حول الثروات الهيدروكربونيه والغاز والثروات المعدنيه وغيرها، وايضا يعني حجم مطامع دوله مثل تركيا ودول اخرى ايضا، ودول اخرى مش بس تركيا، أيوة، ودول اخرى في ثروات البحر المتوسط اللي هي مبشره، ويعني احتياطي يعني كبير جدا من النفط ومن الغاز ومن المعادن ايضا. فيعني لانه الحق يحتاج الى قوه تحميه دائما يعني، فكون انه الدول بتخلي السياسه والامن اسبق، لانه الامن هو الذي يحمل الاقتصاد. يعني ما فيش اقتصاد يقدر ينمو دون ان يكون هناك امن يحميه، ودون ان تكون هناك قوه تحميه. واحنا شفنا مصر في السنوات الاخيره 8 سنوات منذ 2014 او 7 سنوات يعني، ازاي يعني اعاده بناء جيشها وخلته قوه لا يستهان بها في العالم، وقوه اقليميه، القوه الاقليميه الاولى في المنطقه. وده اللي خلى هذا يعني هو ده اللي سبب هذا الاستقرار اللي بننعم بيه في الفتره الاخيره، وسبب ان احنا قادرين كمان نحافظ على ثرواتنا، وقادرين ايضا نحمي ثروات الدول الصديقه زي قبرص وزي زي اليونان. وحضرتك تذكر انه كان هناك محاولات من دوله جاره، يعني عشان نبقى واضحين، يعني من تركيا للتغول على حقوق قبرص و يعني الجيش او البحريه المصريه تصدت لهذا الامر حمايه لدوله صديقه زي قبرص، وتراجعت البحريه التركيه وانتهى الامر. حصل هذا الامر مرتين في السنوات السابقه، يعني في محاولات للتعدي على حقوق قبرص البحريه وثرواتها البحريه، لكن البحريه المصريه او الجيش المصري كان بالمرصاد لهذه المواقف. ايضا اليونان تتعاون عسكريا مع مصر بشكل كبير جدا. طبعا اليونان صحيح دوله من دول الاتحاد الاوروبي، ولكنها دوله صغيره يعني، مصر دوله كبيره. مصر طبعا مصر دوله يعتبر مصر هي الدوله الاكبر في الدول في هذه الاليه بالضبط. مصر الدوله الاكبر في المنطقه كلها، في المنطقه في الاقليم كله، والاقوى يعني. نعم،
لكن في قضيه تانية احنا ما اتكلمناش فيها وهي قضيه ليبيا. قضيه كنت هقول لك سوريا، هو احنا ناقشنا القضيه الفلسطينيه في سوريا وفي ليبيا وفي صد النهضه من الموضوعات السياسيه اللي تم الحديث فيها، لكن قضيه ليبيا اكثر يعني سخونه من قضيه سوريا. أيوه. وقضيه ليبيا لانها تهم بشكل مباشر الدول الثلاث. انت عارف حضرتك انه طبعا مصر حدود مباشره مع ليبيا، ففي مخاطر ممكن ان تاتي من ليبيا لو كانت ليبيا غير مستقره. ايضا اليونان هي مواجهه ليبيا مباشره، قد تاتيها مخاطر سواء من ارهاب او من هجره غير شرعيه. ايضا قبرص كذلك نفس الامر. فهناك شبه اتفاق ويعني بين الدول الثلاث، وده من فتره مش جديد يعني، لكن تم تاكيده اليوم على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى لسان رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي انهم ضد وجود اي قوات اجنبيه او مرتزقه في ليبيا، في الاراضي الليبيه، انهم يعني سوف يعملوا، مش بس حتى بيطالبوا، لا سوف يعملوا على اخراج كل القوات. طبعا الدور اللي موجود دور مصري يعني، كل القوات الاجنبيه وكل المرتزقه من ليبيا. نعم. ايضا سوري تفضل تفضل يا فندم تفضل. فيما يتعلق بسوريا، ما الذي يمكن ان يتوافق عليه الدول الثلاث فيما يتعلق بسوريا؟ على فكرة أيضا سوريا تشبه مصر في علاقتها مع الدولتين. يعني هي برضو قريبة، طبعا قريبة جدا من قبرص. نعم. من ناحية الموقع الجغرافي، وقريبة إلى حد ما من اليونان، وتشبه مصر في علاقتها. والعلاقات السورية مع قبرص واليونان إلى حد ما شبيهة بالعلاقات المصرية، لكن طبعا سوريا تعرضت في العشر سنوات الأخيرة إلى يعني تدمير كامل للدولة، إرهاب طبعا إرهاب دمر الدولة بالكامل يعني. فتحتاج إلى إعادة البناء، فهي مش في حل من أو مش يعني من يعني علاقات مع الخارج. لكن تستطيع دولة زي قبرص ودولة زي اليونان إنها تساهم بموقعهم في الاتحاد الأوروبي من أجل مثلا إعادة إعمار سوريا، من أجل أيضا والحيلولة دون دخول إرهابيين جدد. الدافع والحيلولة طبعا دون دخول إرهابيين جدد، لأنه ممكن يدخلوا عن طريق البحر. معظمهم بيدخل عن طريق البحر يعني. طبعا. فده مهم جدا. لكن أيضا موضوع إعادة الإعمار في سوريا الآن هو الشغل الشاغل يعني، والاستقرار، لأنه مش هيبقى فيه استقرار في المجتمع إلا بإعادة إعمار واقتصاد ينمو، ناس ترجع تاني وتشتغل، والسوريين اللاجئين بره يشتغلوا. ولو تفتكر حضرتك أنه تركيا في وقت من الأوقات هددت اليونان بفتح الحدود لأفواج أرتال من اللاجئين السوريين، وكانت مشكلة كبيرة جدا، لأنه تركيا بتستخدم اللاجئين السوريين لتهديد جيرانها ولتهديد العالم كله يعني، تستخدمهم كنوع من الإرهاب يعني. هل تقلصت بعد هذا التعاون الهجرة غير الشرعية عبر اليونان وعبر قبرص إلى أوروبا؟ تقلصت، لأنه مصر وقفت بالمرصاد للموضوع ده، والبحرية المصرية تحمي الآن حتى يعني من العريش حتى طرابلس لوقف أي نشاط لأنشطة الهجرة غير الشرعية. لكن هذا لا ينفي أن هذه جريمة طبعا. جريمة لا ينفي أن هناك بعض التسربات لبعض مراكب الهجرة غير الشرعية. لكن أيضا البحرية اليونانية أعتقد أنه من سنتين تقريبا خدت دعم من الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين، يعني إنقاذهم من المراكب في البحر، مراكب الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى بلدانهم. وخدت تقريبا حوالي 2 مليار دولار من أجل هذا الأمر، دعم لبحريتها ودعم للطيران الطائرات الهليكوبتر للإنقاذ البحري لإنقاذ المهاجرين. لكن مصر على الجانب الآخر بتعمل إلى منع الهجرة غير الشرعية، لأن الهجرة غير الشرعية معظمها جاي من دول وسط أفريقيا، بتأتي كانت عن طريق إما مصر عن طريق السودان أو عن طريق ليبيا. فمصر أوقفت هذا الجزء سواء عن طريق مصر والسودان أو عن طريق ليبيا، يتبقى جزء تاني عن طريق تونس والجزائر والمغرب. وده أعتقد ما مش توجههم مش ناحية اليونان ولا قبرص، لكن عادة توجههم بيكون إما مالطا أو إسبانيا أو فرنسا. طيب فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وقد تم النقاش في هذا الموضوع، ومصر مصرة على أن يكون هناك اتفاق ملزم لأثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، ما الذي يمكن أن تقدمه اليونان وقبرص لدعم الموقف المصري؟ هم طبعا طوال الوقت اليونان وقبرص بيدعموا الموقف المصري. أيوه. وأعتقد أنه فترة رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي استطاعت أنها تقنع بقية دول الاتحاد الأوروبي
بسلامة موقف مصر في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل. واعتقد انه الان اصبح في شبه توافق دولي في العالم كله، خاصة بعد القرار الرئاسي اللي صدر من مجلس الامن، اصبح هناك شبه توافق دولي على انه الحقوق المصرية في مياه نهر النيل لا يمكن المساس بها. نعم. واعتقد انه موقف مصر الدبلوماسي والسياسي في هذا الامر واضح جدا وصلب، مفهوش تراجع، وخاصة بعد التغيرات الأخيرة اللي حصلت في السودان من سنتين بعد ثورة السودان يعني وإقصاء النظام السابق، أصبح هناك شبه برضو تحالف في الجنوب ما بين مصر والسودان وتوافق حول قضية سد النهضة. وأخيرا اقتنع العالم كله بسلامة موقف مصر القانوني، وعشان كده مصر بتقول ان احنا عايزين حل يبقى متسق مع القانون الدولي، وعايزين حل ملزم، يعني عايزين حل قانوني وملزم في ذات الوقت. طبعا اثيوبيا زي ما انت عارف حضرتك انها بتضيع وقت او بتشتري الوقت وبتماطل وتماطل، لكن كل الأوضاع على الأرض في مصلحة مصر والسودان. طيب فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، ودي مهمة جدا للدول الثلاث، مسألة الربط الكهربائي بين الدول الثلاث وامتداده لدول أخرى، هل من الممكن أن نجد فيه يعني اختراق سريع في الفترة القادمة من خلال هذا التعاون المتواصل؟ أكيد، لأنه البنية التحتية للكهرباء في مصر مكتملة، وأيضا في اليونان وأوروبا، يعني يبقى فقط اللي هو توصيل الكابل تحت مياه البحر المتوسط من مصر إلى اليونان، وده جاري العمل فيه، وأعتقد أنه قريبا جدا سوف يتم، خاصة وإنه هذا المشروع في الحقيقة ما بدأش الآن، يعني عشان نكون يعني للدقة، وهذا المشروع بدأ من سنة 97، مشروع الربط الكهربائي مصر غربا حتى المغرب، ثم عبر الكابل البحري إلى إسبانيا، ومصر شرقا عن طريق الأردن وسوريا، وكان طبعا تركيا في هذا الموضوع، ثم عبر اليونان إلى أوروبا، من تركيا لليونان إلى أوروبا. لكن اللي حصل مؤخرا طبعا انه بعد اللي حصل في 2011 انقطعت خطوط الربط من غربا من ناحيه ليبيا وشرقا من ناحيه سوريا، فمصر بتعيد الان، وحتى الموضوع لبنان شجع انه اعاده تشغيل الخطوط المتوقفه مره اخرى لامداد لبنان بالكهرباء المصريه، وانه مصر حتى يعني الان كمان اصبح عندها فائض كبير من الكهرباء. لكن قبل ان نتكلم عن الربط الكهربائي، ولكن يجب ان نتكلم عن الموضوع الاهم والاخطر، وهو منتدى غاز البحر المتوسط. اتفضل. هذا الامر في الحقيقه كان فتحا في موضوع الطاقه، لانه الطاقه مش بس كهرباء، الطاقه الاساسي في الطاقه والطاقه الاحفوريه، الغاز والنفط. الحقيقه انه هذا المنتدى كان فكره عظيمه جدا، وهي التي جمعت بين دول زي مصر وقبرص واليونان، ومعهم أيضا فرنسا وسوريا والسلطة الفلسطينية وتقريبا الأردن ممكن تدخل في هذا الأمر، يعني رغم أنها مش على البحر المتوسط، مش على البحر لكن هو منتدى اقتصادي مهم جدا، له بعد سياسي أو له وزن سياسي، لأنه في الحقيقة يعني هذا المنتدى يعني جعل مصر هي مركز توزيع الغاز في البحر المتوسط كله وإقليم الشرق المتوسط على وجه التحديد، وأيضا كان هناك منافسة. ما ننساش برضو أنه العلاقات ما بين الدول، الاقتصاد برضو حاكم فيها، يعني جزء من التوتر الروسي المصري في السنوات الأخيرة كان بسبب هذا الملف، لأنه مصر لما هتصدر غاز لأوروبا ممكن تبقى بديل لروسيا، وروسيا تخشى من هذا الامر يعني، وخاصة انه مصر اقرب لاوروبا من روسيا. صحيح ان روسيا هيبقى خط بري مش هيعدي على البحر، لكنه يمر عن طريق تركيا، وتركيا دولة غير مأمونة الجانب بالنسبة لاوروبا، فربما يكون الغاز المصري اسهل وارخص واقل تكلفة بالنسبة ليهم، فده ربما الى حد ما سبب التوتر الروسي المصري، ولكن في النهاية كل دولة بتحافظ على مصالحها يعني. طبعا ما فيش يعني كل دولة عندها مصالحها وعندها، لكن الأطراف الثلاثة قادرة من خلال آلية التعاون على إنجاز
هذه الأحلام في موضوع الغاز. هو زي ما حصل زي ما أنجز حلم الغاز والآن بيتم التصدير من عدة حقول في 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 بما فيها حتى كمان إسرائيل يعني إلى ال 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 معامل التكرير المصرية اللي هي مصر عندها أكبر مصنعين آسف مش التكرير الإسالة مصنعين الإسالة في دمياط وفي إدكو أكبر مصنعين إسالة في الشرق أوسط كله يعني لإسالة الغاز يعني. فأيضا في حقل أفروديت في وهو حقل مبشر ده في الأراضي التابع يعني في المياه الإقليمية القبرصية بيتم التصدير منه إلى مصر غاز بتاع ده هو غاز خام يعني وتم إسالته في مصر وتصديره سواء عن طريق أنابيب أو عن طريق حتى السفن إلى أوروبا. لكن في أنبوب الآن بيمتد إلى اليونان ليتم تصدير الغاز المسال عن طريق الأنابيب. نعم. الدول الثلاث لديها إمكانات تاريخية وسياحية مهمة. خلينا نبعد شوية بقى عن السياسة وخلينا ندخل في السياحة والجمال والفلسفة والحكمة والمصرية والحضارة المصرية واليونانية وهكذا. مدى حظوظ نجاح خطط سياحية موحدة والدول الثلاث قريبة من بعضها تقريبا خالص يعني إذا كانت مصر هي أم الدنيا فالأم الثانية مباشرة اليونان حكمة أقدم حضارتين في الكون يعني هي الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية وهم اللي علموا العالم كله الفلسفة والحكمة والفن والأدب والرياضيات والرواية والشعر والمسرح يعني كل العلوم وكل الفنون أتت من مصر واليونان صحيح. فهم دول يعني أقدم وأكبر حضارتين في التاريخ يعني فشيء طبيعي جدا إن هم يتحدوا حتى في مجال الفن والأدب. وتحرك ذكرت مسألة مهمة جدا مسألة السياحة يعني أنا لاحظت إنه مثلا مؤخرا بدأت شركات سياحية عالمية تعمل رحلات مشتركة ما يعني ما بين مثلا ايه ما يعني رحلات مشتركه من امريكا ومن اوروبا الغربيه او من شمال اوروبا الى الدول الثلاث يعني لانه طبعا العلاقات ما بين الدول الثلاث سهلت حتى الدخول والمطارات والتاشيرات والتنقل. فبالتالي لما يجي السائح مثلا من دوله اسكندنافيه زي السويد ولا فنلندا او غيره او الدنمارك او غيره فيجي يقعد مثلا يومين في قبرص وثلاث ايام في اليونان وخمس ايام في مصر مثلا يعني فبيبقى اسبوع او 10 ايام دي الرحله يعني ما ده خلينا نفكر في النقل ما بين الدول الثلاثه يعني ده اللي هيسره برضو التعاون في مجال النقل كيف ترى هذه المساله؟ هو ده اللي حتى الان لسه اعتقد انه في قصور في هذا الجانب ربما لضعف امكانيات الاساطيل البحريه التجاريه في الدول الثلاث. يعني اليونان طبعا برضو من ضمن الاشياء المهمه ان اليونان دي اقدم بحريه في العالم يعني ومشهوره بالبحر طول عمرها يعني فيجب تدعيم النقل البحري وايضا نقل الركاب عن طريق البحر. انت عارف حضرتك انه هو أرخص اقل تكلفه والدول قريبه فمش والدول قريبه فمش تاخد وقت كبير واكثر امنا بالنسبه لبعض الناس بتخاف من الطيران صحيح. ثم ان السفينه بتشيل اللي بتشيله 10 طيارات يعني مش هتاخد وقت اصلا الدول قريبه تمام بالظبط ومش هتاخد 24 ساعه ولا 48 ساعه ما بين الدول وبعضها. ارجو التفكير في هذا الامر ماليا يعني ما بين الدول الثلاث يعني. أنا بشكر حضرتك وخاصة الدول الثلاث فيها مقاصد سياحية. قبرص دي دولة صغيرة جدا ويعني ملايين السياح بيروحوا لها كل سنة وسط البحر. اليونان نفس الحكاية برضو ومصر طبعا عندها السياحة التاريخية والآن دخلت في مجال السياحة العلاجية وسياحة المنتجعات ومجالات أخرى من السياحة يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الرؤى التحليلية. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا. العفو. ومشاهدينا الكرام حتى نلتقي بحضراتكم في فترات إخبارية قادمة لكم التحيات وإلى اللقاء.